بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على موضوع مهم جدا ألا وهو الأوفر رايدنج، غير الأوفر لودنج. احنا أخدنا الأوفر لود قبل كده، المرة دي بنتكلم حاجة اسمها أوفر رايدنج. إيه الأوفر رايدنج؟ احنا أخدنا الانهيرتنس، ده مفهوم بقى مهم جدا في مفاهيم الانهيرتنس. الانهيرتنس احنا قلنا الكلاس بيورث كل اللي موجود في الكلاس الأساسي بلس الحاجات اللي هو ضافها لنفسه. طب السؤال بقى، هل أنا أقدر أورث حاجة وأغير فيها؟ هل اقدر اورث حاجه وغير فيها؟ دي الاوفر رايدنج. يعني تخيل ان الانسان في طبيعته ممكن يورث حاجه من والده ويغير فيها حاجات بسيطه، صح؟ او تبقى مش بنفس الاسلوب، مش بنفس الشكل. طب لو انا ككود عندي فانكشن معينه انا وارث منها، انا في 20 فانكشن في الكلاس الاولاني وانا ورثتهم، بس في 2 فانكشنز كده عايز ايه اغيرهم مثلا، في طريقه تقدر تديني امكانيه ان انا اقدر اغير الفانكشن او اغير في الاكزكيوشن بتاعها او اغير في الكودز بتاعها؟ انا عملت كلاس سميته بيرنت الاب يعني، وعملت فانكشن اسمها نيرفز، خلاص درجه النرفزه بتاعت الراجل. بس خد بالك ان الفانكشن اول مره تاخد معانا كلمه اوبن، خلاص معناها ان هي مفتوحه لاعاده ايه الصياغه، نخلي اوفر رايدنج اعاده الصياغه، هي بتطبع كلمه فيري نيرفز. عملت كلاس اسمه سن الابن وبيورث من البيرنت، خلاص كده يبقى هو اوتوماتيك السن very nervous، مفيش اي مشكله خالص، دي طبيعته لانه ورث ورثه مباشر. عملت كلاس ثاني سميته daughter الابنه، بس بتورث برضه من البيرنت، ماشي كده، بتورث برضه من البيرنت، فطبيعه الحال طالما ورثت من البيرنت بشكل عادي يبقى مشكلتي فين؟ ان هي برضه very nervous، كلهم هيبقوا very nervous وكل اللي هيورث بنفس الاسلوب. ازاي بقى اغير في الفانكشن اللي عملتها open function؟ بكتب كلمه override، بكتب كلمه ايه؟ override function اسمها nerves. فكده عملت ايه override؟ لما عملت override للfunction اسمها nerves ديت، بقى معناه ان انا بعمل اعاده صياغه، هي نفس الفانكشن الموجوده عند الاب بس انا غيرت من اسلوبها وطبعت بس not nerves. يبقى كده بقت الدوتر دي بالنسبه لي مش ايه؟ مش عصبيه، رغم ان هي وارثه باقي يعني تخيل ان في functions كتير تاني وبروبرتيز كتيره تانيه، فهتلاقي ان كل الفانكشنز والبروبرتيز الصن ورثها والدوتر ايه ورثتها، ما عندهاش مشكله خالص، لكن الدوتر عملت اوفر رايد اعاده صياغه الفانكشن اسمها نيرفز. طبعا كلاس صن من غير قوسين مفيش مشكله، ما عملتلوش كونستراكتور اللي هو البرايمري، اما الدوتر عملت لها برايمري كونستراكتور فاضي، اكن هي اوصل لنفس النتيجه، وكولون وهما الاثنين وارثين من الايه من البيرنت كالعاده. جوه الفانكشن اسمها مين، عرفت فاريبل زي ما احنا شايفين بي من البيرنت وناديت على النيرفز، وبعد كده هعمل واحد للدوتر، هعمل واحد للسن نفس الكلام، واعمل واحد للدوتر نفس الكلام. نتيجه الاب المفترض تطلع فيري نيرفز، نتيجه الابن السن تطلع فيري نيرفز، اما نتيجه الدوتر المفروض تطلع نوت ايه نوت نيرفز خالص. لو طلع كده يبقى فعلا قدرنا نعمل فكره اعاده الصياغه، نعمل رن فيري نيرفز فيري نيرفز نوت ايه نوت نيرفز زي ما اتفقنا، وكده عملنا اول حاجه اعاده الصياغه على الميثودز.